السلام عليكم، إذا مرحبا بكم أصدقائي في الحصة رقم 14 من سلسلة حساب نهاية الدالة اللوغاريتمية. ليميت ديال إكس زائد الآلان إكس مربع ناقص إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد بلس لانفيني. إذا أول خطوة التعويض المباشر، إذا عندنا إكس إذا بلس لانفيني، الآلان ديال إكس مربع ناقص إكس زائد جوج، إذا حنا عندنا دالة حدودية وبالتالي ليميت ديال x مربع ناقص x زائد جوج بلس انفيني كيساوي لنا ليميت ديال x مربع، كناخدو أكبر حد، إذا كيساوي لنا بلس انفيني، وبالتالي غيجينا الآلين ديال بلس انفيني اللي هي بلس انفيني على عندنا x ناقص واحد بلس انفيني هي بلس انفيني، إذا غيجينا هنا الشكل غير محدد، لا انفيني لا انفيني، الشكل غير محدد، إذا لا يمكن حساب النهاية مباشرة. اذا شنو غادي ندير؟ اذا ممكن نحاول نفكك التعبير. اذا عندنا الالين ديال اكس مربع ناقص اكس زائد جوج، غادي نعمل باكس مربع داخل التعبير اللي كاين في الالين. اذا عملنا باكس مربع غيبقى لنا واحد ناقص اكس، اذا عملنا باكس مربع غيبقى ناقص واحد على اكس، زائد الحد الثالث غيبقى فيه جوج على اكس مربع. التعبير اللي كاين في المقام كنخليه كما هو اكس ناقص واحد. عندنا ملي كيكون عندنا الالين ا في بي فهي الالين ا زائد الالين بي مع ا وبي بطبيعة الحال اعداد موجبة قطعا. اذا حنا بالنسبة لنا اكس راه كتنتمي لار وكتنتمي لبلس انفيني وبالتالي فهو عدد موجب قطعا. اذا النهاية كترجع لهذا الشكل، الليميت ديال اكس زائد الالان ديال اكس مربع زائد الالان ديال واحد ناقص واحد على اكس زائد جوج على اكس مربع. اذا هادشي كامل على اكس ناقص واحد. اذا كذلك عندنا ا زائد بي على سي، راه يمكن نكتبها على شكل ا على سي زائد بي على سي، بالتالي هذا راه يمكن نكتبها على شكل ديال التفكيك، يعني اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد دائما النهاية بلس لانفين. الان عندنا الالين ديال ا اس ان هي ان الين ا، اذا كذلك عندنا جوج الين اكس. اذا عندنا الليميت ديال اكس زائد، اذا الاشكال يكون عندنا في هذا التعبير، هذا التعبير ما عندناش اشكال، النهايه كتكون منتهيه. اذا عندنا الالين اكس على اكس ناقص واحد، باش نلقى واحد النهايه مرجعيه، النهايه المرجعيه الا كتذكروا للنهايه الاساسيه كنسميوها هي الالين اكس على اكس. اذا باش نلقى هذا التعبير خصني نعمل في المقام باكس، اذا عندنا جوج الالين ديال اكس، اذا كنعملو باكس يبقى لنا واحد ناقص واحد على اكس. وممكن يكون عندنا ا على بي على سي، راه يمكن نكتبها على شكل ا على بي مضروبه في واحد على سي، اذا هذا راه يمكن نكتبها على شكل هذه مضروبه في واحد على واحد ناقص واحد على اكس، نفس الكتابه او نفس التعبير. اذا زائد الليميت زائد الالن ديال واحد ناقص واحد على اكس زائد جوج على اكس مربع على اكس ناقص واحد دائما بلس انفيني. الان الى عوضنا، اذا اكس راه هنا هي بلس انفيني، هذه النهايه مرجعيه بلس انفيني كتعطينا صفر، واحد على بلس انفيني راه هي صفر، وبالتالي هذه تعطينا واحد. اذا هنا عندنا الالان ديال واحد زائد، اذا واحد على بلس انفيني صفر وهذه صفر، وبالتالي الالان واحد يجينا هو صفر على بلس انفيني، اذا صفر على بلس انفيني هو صفر، صفر على الانفيني هو صفر دائما، لان واحد على الانفيني هي صفر، اذا هذا التعبير هذا كامل غادي يمشي صفر، وبالتالي فالنهايه كتساوي لنا بلس الانفيني.